ومن موقع المصري اليوم نتابع: رئيس سيمنز الألمانية: مشروع القطار السريع يوفر 15,000 فرصة عمل و2000 وظيفة دائمة. قال جو كايزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية إن مشروع القطار السريع سيوفر 15,000 فرصة عمل في البناء و2000 فرصة عمل دائمة في المرحلة الأولى منه فقط، مضيفا إلى أن القطار سيكون شبيها لما جرى تنفيذه في ألمانيا. وأضاف خلال تصريحات أمس أن القيمة الإجمالية للمشروع 360 مليار جنيه، أي ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي، قائلا إن المرحلة الأولى للمنظومة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر تنفيذ خط من مدينة العالمين إلى العين السخنة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية أنه تعلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي درسا حول مهارات التفاوض، وأن الرئيس السيسي يتسم باهتمامه بتفاصيل الأمور واطلاعه جيدا على البنود والشروط.